في الوقت الذي منت فيه الجماهير المصرية النفس بالعودة إلى منافسات كرة السلة الأولمبية للمرة الأولى منذ عام 1988، أخفق الفراعنة في تحقيق الفوز الثالث في المونديال، وخسروا أمام نيوزيلندا بفارق سلة واحدة بسبب انهيار في الربع الثاني من المباراة، لتذهب البطاقة الأولمبية إلى جنوب السودان بعد التفوق على أنغولا. خيبة أمل مصرية، لكن المسؤولين يرجعونها إلى عدة عوامل كصعوبة الانتصار في ثلاث مباريات متتالية في غضون حيز زمني قصير. احنا حظنا كان وحش في الحتة دي، ان انا جيت مطالب في الاخر ان انا افوز ثلاث مباريات، واخر مباراة بفرق سكور كبير جدا، وخاصة ان الناحية التانية جنوب السودان بتلاعب انجولا اللي هي ملهاش اي امل في اي حاجة. يمكن نيوزيلندا بتقاتل لان هي لسه عندها امل في اسيا. العامل التاني المؤثر في الموضوع طبعا ارهاق البطولة، برضو احنا لاعبين برضو ماتشات قوية جدا في البطولة. الإخفاق في التأهل الأولمبي المباشر لا يعني تبخر الأمل، ففوز الفراعنة على كل من المكسيك والأردن منحهم مقعدا في الملحق الأولمبي الذي سيبحثون فيه عن اقتناص بطاقة باريس. ورغم صعوبة المهمة، فإن التفاؤل موجود بعد اكتساب خبرة المونديال التي خاضها الفريق المصري دون أي لاعب مجنس. احنا برضو فرقة بقالها سنين طويلة ما دخلتش كاس عالم، ان انا بخش وابتدي احقق انتصارات واكسب، ده ما كانش بيحصل قبل كده. برضو احنا اكتسبنا نقطة مهمة جدا، ان احنا تعودنا على ان احنا نكسب فرق غريبة علينا، ده هيساعدنا في التصفيات المكملة ان شاء الله. ولا انا متفائل جدا في التصفيات المكملة، يعني ان شاء الله يكون لنا وجود. يعني دروس كبيرة يعود بها الفراعنة من الفلبين، أبرزها ضرورة العمل على وجود أكثر من لاعب يصنعون الفارق، إلى جانب إيهاب أمين وعاصم مرعي اللذين اعتمد عليهما المدرب روي رانا أغلب أوقات المباريات إلى حد شعورهما بالإجهاد في الدقائق الحاسمة، فالعبء الملقى عليهما بحاجة إلى التخفيف قبل مباريات الملحق. عمرو فهمي بي إن سبورتس، القاهرة.